مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. نقول لكم صباحكم سعيد، صباح التيسير، صباح التفاؤل، صباح الامل في بدايه الاسبوع. نتمنى للجميع ان نكون في احسن الاحوال ودائما صحه جيده. متابعينا في كل مكان، فنعود لكم دائما
لازلنا مواصلين معكم متابعينا الأوفياء في كل مكان. هذه الفسحة الصباحية عبر شوارع المدينة بطبيعة الحال من أجل نقربكم أكثر من الأجواء الصباحية في مدينة جدير، وأيضا الآن بالضبط من منطقة الجيرة الجهادية، فكما كتشوفوا أجواء مشمسة وحركية دؤوبة في شوارع المدينة تزامنا مع بداية الأسبوع اللي كنتمنى تكون بداية موفقة للجميع، ويوفق الجميع خاصة التلاميذ والطلبة المقبلين على الامتحانات، امتحانات البكالوريا اللي عند أبواب الطلبة. فتحية لكل المتابعين ومقدمين الجميع، صباح ميمون، صباح التيسير، صباح مبارك إن شاء الله يا رب. تحية لكل الناس اللي التحقوا بنا الآن في البث المباشر، فنقول لكم تحية صباحية عطرة من القلب لكل المتابعين الأوفياء بدون استثناء.